مظبوط انه يلي عملته ثلاث ارباع العالم اجوا ضدك، حتى المحللين على بي ان سبورت كلهم قالوا انه يلي عملته تخيل ضدك. صراحة معهم حق، جماعة كان معهم حق انه والله يلي عملته يا تخيل هيدي الحركة ما بتلاقي فيك، لانه بصراحة كان فيك تحمل هيدا البوكس اقسم بالله كونتي مستفز. وين هو الغلط؟ اذا كونتي هذا اللي قدامكم هو اللي بلش بالاستفزاز، اول هدف سجل توتنهام راح لعنده توخيل بلش يستفزه، قام توخيل ضميره ما بيسمح له، حط حالك محله، يجي المدرب المنافسة عندك يركض هيك ركضة، انت ما حتتحمل. من بعد المباراة جاي عامل حاله مش شايفه لتوخيل، مدد ايده وراسه تحت، قال له توخيل حط عينك بعيني. وين هو الغلط؟ هلا الاثنين غلطانين، المشكل ما بيصير، بس ما تقولوا انه توخيل هو الغلط وكونتي هو الصح، ما حدا يقول هذه الكلمتين، الاثنين غلطانين وانا بلوم اكثر كونتي، لانه بصراحه استفزازه وراسه مربع من الاخر. بعدين شوفوا الفرق، شوف توخيل شو نزل عنده من بعد المباراه، وشوف عندك كونتي شو نزل عنده من بعد المباراه. توخيل قال انه نحن كمحبين للفرق وعم ننافس هيدا شيء طبيعي، بينما كونتي قال هيدي اللقطه لو شفتها بعيني وقتها توخيل ركض قدام كونتي لما سجل هدف تشيلسي وعوض له هي، لو شافها كان حيضربه. ايه والله شوف اللي كاتبه، هو هيدا كونتي اللي كاتبها، شو هو اللي بتضرب طابر قلبي؟ تعرف توخيل بحال بده يشمر ايديه شو بيعمل فيك؟ حبيبي توخيل كل يوم بتدرب معي بالورد جيم ولك افخم نادي بكل لبنان، هيدا اللي بصيد حد بيتي دغري مباشرة، هيدا كل يوم بنخلص مع بعض تمرين ودغري هوب على المسبح داخل النادي، شوف عضلاته، بس شوفوا لي عضلات الله يخرب بيتك، هذه عضلات بوسكيتس، كان منيح ما شافك كونتي بهالحالة والله كانت مصيبة، خلص معنا مثلا اسبوع معنا بالجيم، بكره شهر واحد بتلاقيه جولدبرغ قالب يا معلم، طول لي بالك اللي بتستسر ويسجل يفوت عنده تحت، ولع كبير.